مالك؟ شم الريحة دي، حلوة مش كده؟ اللهم خذيك الشيطان. مين الشيطان؟ أنا؟ لا، الشيطان هو اللي وسوس لأمي نحاوة، طلعت أبونا آدم من الجنة، وأنا بقى هدخلك الجنة ومش هخرجك منها أبدا. يلا سوق، هتوديني على فين؟ والله ما أنا عارف هنروح على فين. منزلني ومستنيني المدة دي كلها ومش عارف هنروح على فين. أنت عاوز الحج؟ لا، تعال هنا، عايز أبص في عينك وأنت مكسوف تبص لي كده. خلينا في الحج. ماشي، خلينا في الحج، إنما قولي بقى إيه هو الحج؟ الحاج يا حسنات، انا عاوز اخدك من ايدك واطلع بيك الدلوك على المأذون. عرفت الدلوك يا حسنات؟ انا نفسي في ايه؟ تتجوزني على سنة الله ورسوله. انا عاوز ارتاح بالحلال يا حسنات، انا ما اعرفش عمر غير الحلال، ولا عمر مديت يدي غير على الحلال، ولا مئتك دي وادفع اللي باقي من عمري عشان اريحك. بس قولي ترتاح ازاي وانا اريحك على طول. انا عارف ارتاح كيف واريحك كيف، بس انا مش واحد يا حسنات، اول مره في حياتي اتمنى اني ما كنتش الكبير. الكبير ما يصغرش نفسه، لازم يفضل طول عمره كبير. خايف من اهلك؟ مش هيسامحوني يا حسنات، هيقولوا عقله طق. ما تخسرش أهلك يا رحيم. أنا ما أقدرش أخسرهم، هاخدهم من الهوا ده عشان هم كمان ما يخسرونيش. تحب أفسحك فين؟ لا بقى، العزومة عليا أنا النهاردة. تحب نروح السيما ولا نروح مسرح؟ لا، خلينا في السيما، أقل ما نرجعش وأخر قوي. على قولك، خلينا في السيما. خير، اللهم اجعله خير. تمدي معاد لحد؟ لا. طب انا الدكتور اللي حي ده بواجيه، خش انت. مساء الخير يا دكتور. اهلا يا بواجيه، اتفضل. ايه خير؟ كل خير ان شاء الله. ايه؟ ابوك جرى له حاجه؟ لا ما حد ابن ما فيش حاجه، ما تتخضش. انا عارف ان انا جاي في وقت متاخر ومن غير تلفون، معلش انا كنت عايز اقعد معاك شويه. اهلا بيك، اتفضل. تعمل لنا قهوه يا دكتوره. اهلا يا بواجيه، اتفضل. اقفل الباب، اقفل الباب يا دكتور، عاوز اتكلم معاك من ليك وحدينا. في ايه يا بواجيه؟ انت عارف ان مفيش حد غريب، مفيش الا دكتور. الدكتوره ما هياش اختي، انت اللي اخويا من لحم ودمي، عشان كده انا جاي. في ايه يا بواجيه؟ ريحني. ما انت لسه ما قفلتش الباب. حاضر، قول لي بقى، في ايه؟ حد من اخواتك زعلك؟ طب اقعد، اقعد واسمعني زين. حاضر، قول لي بقى، عاوز تقول ايه؟ لو قلت لك عاوز اتجوز هتقول لي ما بتردش ليه؟ عاوز اصدق اللي بسمعه. وما تصدقش ليه؟ هجي لك نص ليل عشان اهزر معاك. الموضوع ده غير قابل للهزار يا بواجيه. يعني انا ما لقيتش غيرك اتكلم معاه، ودلوقتي مش عايز ترد علي. ارد اقول ايه بس يا بواجيه؟ قول اي حاجه يا اخي، ريحني. مش عارف اقول لك اي حاجه. انا عاوز اسالك سؤال، انت دلوقتي عايز تتجوز ليه؟ اوه، هي الناس بتتجوز ليه؟ عشان يعملوا اسره سعيده، يربوا ولادهم ويعملوا بيت امن وتستمر الحياه. هي دي سنه الله في خلقه. متهيألي ان ربنا اكرمك بالزوجه الصالحه والبيت والاولاد، يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا ما حرمكش من اهم نعم الحياه. وربنا قال اتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، ولا دي معرفهاش يا دكتور؟ لا يا بواجيه، انت اللي كان لازم تعرف بقيه الايه وتكملها. ربنا سبحانه وتعالى قال: ف
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا ريت تكون خدت بالك يا أبو وجيه. وأنا مش عادل ليه عاد؟ لأن ربنا قال إن عمرك ما هتعدل. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، عارف تكويننا وقدرتنا. قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني هي واحدة يا أبو وجيه اللي عاوز يتجوز تاني وتالت لازم يبقى له عذر. زوجة عاقر ما بتخلفش، ناشز ما بتسمعش الكلام، مريضة لا قدر الله، أو توفت. هي دي الحكاية يا أبو وجيه، الحكاية ما هي سايبة كده.